إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقائدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة. فاللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أجارني الله وإياكم من الضلال. معشر المسلمين والمسلمات، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فقد قال في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من الفائزين، واجعلنا بفضلك من ورثة النعيم. ما زلنا معشر الإخوة الأفاضل والأخوات الفضليات نتكلم عن بعض من مكائد الشيطان، تلكم المكائد والوسائل التي يستعملها في إغواء الناس وفي تضليلهم عن طريق الله تبارك وتعالى وإبعادهم عنه، وفي وضع الشباك حتى يصطادهم فيها ويبعدهم عن الحق إلى الضلال. وقد ذكرنا أسلوبين من تلكم الأساليب، وقلنا بأن أول أسلوب هو أن يدفع بالعباد إلى الكفر بالله عز وجل أو الشرك به، لأن ذلك لا يغفره الله تبارك وتعالى إن مات الإنسان عليه. ثم إنه يدفع بهم إلى الكبائر، لأن الله عز وجل أقرب إلى مغفرة الصغائر منه إلى مغفرة الكبائر، فلذلك يدفع الشيطان العبد إلى الكبيرة، وإذا ركن العبد إليها ابتعد عن الله تبارك وتعالى وقصر في واجباته وابتعد أبعد ما يكون من خالقه وبارئه. ثم هنالك وسيلة ثالثة يستعملها الشيطان مع كثير من المؤمنين الصادقين الملتزمين بتعاليم الإسلام، وذلك أنه يدفعهم إلى ارتكاب الصغائر، يدفعهم إلى ارتكاب الصغائر والإصرار عليها. فإن الشيطان يعلم أن الله تبارك وتعالى غفور رحيم، ويعلم أن الله عز وجل يتجاوز عن السيئات وعن صغار الذنوب إذا اقترفها العبد سهوا، أو اقترفها خطأ، أو اقترفها ضعفا، فإن الله تبارك وتعالى يتجاوز عن ذلك. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ولكن الشيطان يعلم أن الإنسان إذا استحلى صغائر الذنوب وأصر عليها وكررها فقل خوفه من الله تبارك وتعالى، واستهان بذنبه وجاهر به، وهذا في حد ذاته ذنب كبير. ولذلك قال أحد الصالحين: عوض أن تنظر إلى صغر ذنبك انظر إلى عظم من عصيته.
عوض أن تنظر إلى صغر معصيتك فانظر إلى عظمة من عصيته. فالعبد اللبيب، العبد المؤمن، ينظر إلى عظمة الله تبارك وتعالى، فإذا رأى عظمة الله ورأى إحسان الله عز وجل فإنه يمتنع عن الذنوب، عن صغيرها وكبيرها، وذلك هو معنى التقوى الذي يدعون الله عز وجل إليه حين يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. حق تقاته هذا لا يعني أنك ترتكب الصغائر وتستهين بها وتمتنع فقط عن الكبائر، بل تمتنع عن كل الكبائر وعن كل الصغائر، بل عن الشبهات التي قد تكون حلالا ولكنك تمنع نفسك عن الإتيان بها حتى لا تسقط فيما حرمه الله عز وجل. أما أن يركن العبد إلى الذنب ويعول على مغفرة الله تعالى فهذا دليل على بعده من الله وجهله به. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه أو على صحته: كل أمتي معافاة إلا المجاهرين. وإن من الإجهار أن يعمل العبد بالليل عملا ثم يصبح قد ستره الله أو قد ستره ربه فيقول: يا فلان قد عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يسترها ربه، فيبيت يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن صاحب هذا الذنب قد استهان به. تقول: والله هذا ذنب صغير لا حرج فيه، والله عز وجل يغفر الذنوب الصغيرة يعني بشكل سريع، قد تذهب تلكم الذنوب عبر الوضوء وعبر المشي إلى المساجد والرجوع منها، فتستهين به وتحدث به وتجهر به وكأنك لم ترتكب قط ذنبا. وهذا في حد ذاته يشجع الناس على ارتكاب الآثام والمعاصي، فيسير العبد خطوة خطوة وراء الشيطان إلى أن يذهب به إلى الردى وإلى أن يبعده عن طريق الله عز وجل. فالشيطان يدفع المؤمن إلى الاستهانة بالمعصية ويزين له النصوص الشرعية التي تدل على مغفرة الله وعفوه، ويبعده عن النصوص التي تظهر خطر الذنوب ولو كانت صغيرة على إيمان العبد. ومن ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن إذا أذنب ذنبا، ولم يحدد الرسول صلى الله عليه وسلم كبر هذا الذنب أو صغره، إن المؤمن إذا أذنب عبدا ذنبا كانت نكتة سوداء في قلبه. كل ما ترتكب واحد الذنب القلب ديالك تتولي فيه واحد النقطة كحلة، هذه النكتة. كلما ارتكب المؤمن ذنبا كانت نكتة سوداء في قلبه، فإذا تاب ونزع أي يعني امتنع عن ذلك الذنب، فإذا تاب ونزع واستعتب، معنى أنه رأى عيبه وندم عليه، سقل قلبه، أي أن الله عز وجل يطهر قلبه. وإن زاد زادت حتى يغلق قلبه، يعني ديك النقطة السوداء تزيد إلى عود رجع لذلك الذنب ولو كان صغيرا، يرجع إليه المرة تلو الأخرى ويكرره آنذاك تلكم النقطة تصبح كبيرة فيغلق قلبه. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: فذلك الران الذي قال الله عز وجل في شأنه: كلا بل ران على قلبهم ما كانوا يكسبون. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فوران أيها الإخوة الكرام هذا هو الذي يغشي القلب، فلا تنفعه موعظة ولا ينفعه ذكر ولا تنفعه صلاة، يختم الله عز وجل على صاحبه فلا يستعيذ ولا يسير في طريق الله تبارك وتعالى. روى الإمام البخاري رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان لأبي بكر رضي الله عنه غلام يخرج له الخراج، وكان أبو بكر يأكل من خراجه، فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر رضي الله عنه، فقال له الغلام: أتدري ما هذا؟ فقال أبو بكر: وما هو؟ قال:
كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته فلقيني فأعطاني لذلك هذا الذي أكلت منه. يعني هذا كان غلام عبد لأبي بكر الصديق، كان يعمل بيده ويأتي ببعض ثمرات ما يعمل به، ويأتي ببعض الأكل أو بعض الثمار إلى أبي بكر الصديق، فمرة أعطاه شيئا من تلكم الثمار فأكلها أبو بكر، فقال له الغلام بعد ذلك: هل تعلم ماذا أكلت؟ ما أكلت؟ فقال له أبو بكر: وما أكلت؟ شنو في هذه المأكلة؟ قال له: لما كنت في الجاهلية كنت قد تكهنت لإنسان. الكهنة وأنك تتكلم عن المستقبل، تقول له راه يجرى لك ويجرى لك ويجرى لك، كما تعمل بعض المغرضين. فتكهنت له في الجاهلية وما أنا بكاهن، تفليت عليه يعني كذبت عليه، والآن التقيت بهذا الرجل فأعطاني هذه الثمار، يعني كأجر أو كجزاء على ما فعلته له أيام الجاهلية. فتلك الثمار أو تلك ذلك الثمر الذي أكلته هو من عطاء هذا الإنسان، من تلك الكهانة. فلما سمع أبو بكر هذا الكلام أدخل أصبعه أو أصابعه داخل جوفه فقاء كل شيء في بطنه. يعني هنا أبو بكر الصديق يعني تعمد أن يقيء ما أكل. هنا أبو بكر لم يرتكب ذنبا عظيما، لأنه لم يكن يعلم بأن ما حصل عليه هذا العبد إنما هو حرام أو بفعل حرام، وأكل يعني دخلوا في كرشه وقالوا ما عاد يرجع، وهنا الله عز وجل يغفر له لأنه فعل ذلك خطأ ودون علم جهلا. وإذا كان الذنب يرجع على أحد فإنه يرجع على عبده، ولكن مع ذلك أبى أبو بكر الصديق رضي الله عنه أن يبقى في بطنه وفي جوفه أكل حرام، فاستقاءه رضي الله عنه. وروى الترمذي بسنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. يعني العبد المؤمن لا يصل إلى حق التقوى وإلى حقيقة التقوى حتى يدع ما لا بأس به، يعني واحد الحاجة اللي هي حلال لا شبهة فيها فتدعها، علاش؟ خوفا من أن تسقط في الحرام. هنا ما تنتكلموش على الذنب الصغير، نتكلم عن شيء هو حلال عليك لا شبهة فيه، ومع ذلك ورعا تتقي نفسك من ذلك الشيء مخافة أن تقع في الحرام. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: هنا أو بهذا الشكل بهذا العمل بهذا الاتقاء يصل العبد إلى حقيقة التقوى التي أمر الله عز وجل بها عباده. ويقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كنا ندع 9 أعشار الحلال مخافة الوقوع في حرام. يعني على عهدنا 9 أعشار الحلال ندعها مخافة الوقوع في حرام، مع أنها حلال. هنا لا نتكلم عن الشبهة أيها الإخوة الكرام. هكذا تربى الصحابة الكرام على يد الرسول صلى الله عليه وسلم. أما الواحد فينا فيقترف الذنب الصغير ويستصغره ويهون من عظمته ويستهين بخالقه ويقول: أنا الله عز وجل سوف يغفر لي ولا حرج في ذلك، ويماطل ويكابر ويكرر ذلك الذنب حتى يجد نفسه بعيدا كل البعد عن الله تبارك وتعالى، ويصعب عليه آنذاك أن يرجع إلى صراط الله المستقيم. فالحذر من هذا التلبيس أيها الإخوة الكرام. يقول سفيان بن عيينة رحمه الله: لا يصيب عبد حقيقة الإيمان حتى يجعل بينه وبين الحرام حاجزا من الحلال. العبد ما يوصل لحقيقة الإيمان حتى يجعل بينه وبين الحرام حاجزا من الحلال، يعني أمر لي حلال ويجعلها حاجزا لا يقترفها، تقول هذا الحاجز هذا بيني وبين الحرام غندير الحاجز كله حلال ولكن لا أقترفه. حنا سنأكل الحرام كل يوم وندخل الحرام لأولادنا كل يوم ونتكلم بكلام فيه الكذب كل يوم ونقذف بالناس كل يوم ونغتاب الناس كل يوم ونستهين بذلك ونظن أننا على خير والحمد لله. لا يصيب عبد حقيقة الإيمان حتى يجعل بينه وبين الحرام حاجزا من حلال أو من الحلال، وحتى يدع الإثم وما تشابه منه.
تترك الإثم وتترك الأمور المتشابهة. هنا لا يتكلم الرسول صلى الله عليه وسلم عن صغار الذنوب. صغار الذنوب هذه مثلا يعني هذه الوقوع فيها يعني تعتبر عند الصالحين من الكبائر، ولذلك قيل سيئات الصالحين حسنات أو سيئات الأبرار حسنات الصالحين، سيئات المقربين أو سيئات المقربين حسنات الأبرار، سيئات المقربين حسنات الأبرار. تجد إنسان المقرب من الله عز وجل مثلا إلا ما صلاش في نهار واحد، العام كامل صلى الفجر في الوقت، أو العام كامل تيجي للجامع يصلي ونهار واحد غفلوا النوم وما صلاش في الوقت، تطلعت الشمس عاد صلى، تجده يعني غضبانا على نفسه ويقول ويحه ويحه ابتعدت عن الله تبارك وتعالى. علاش؟ لأنه ما صلاش الفجر نهار واحد في العام. وتجي عند واحد آخر وتقول له ما بالك إذا صليت الفجر 300 مرة في السنة، كيفاش غتقول؟ يقول لك هذه كلمة باش نحلم أنا نكون من أكبر الصالحين، والآخر نادم على أنه مرة واحدة ما فاق صلى في الوقت، والآخر حيت نضرب عاد خطرات ولا خمسة خطرات ولا 20 مرة ولا 100 نهار في وسط العام فرحان براسه مغرور بنفسه أنه من أصبح من الصالحين. ولذلك قيل سيئات المقربين، هذاك المقرب من الله عز وجل اعتبر أن تقصيره في القيام لصلاة الصبح مرة واحدة في السنة اعتبره سيئة، والآخر اعتبر أن صلاته في الوقت 360 مرة في السنة اعتبر من إلا مرة واحدة اعتبر من كبار الحسنات. وفرق بين الذي يريد أن يكون من المقربين وبين الواحد يقول لك أنا خصني غير ما ندخلش الجهنم، أنا بغيت غير ندخل إحدى الباب ديال يدخلوني باب الجنة ويحطوني في الجنب، وبين الناس اللي تقول لك أنا أصبو إلى الفردوس الأعلى. والعبد أيها الإخوة الكرام يجب أن يكون ممن يتوق إلى القرب من الله تبارك وتعالى. أنت راك تتعامل مع الله عز وجل، كاين شي واحد فينا أيها الإخوة الكرام الذي يزهد أن يكون من المقربين إلى الله؟ تقول أنا ما محتاجش نكون قريب منه، غير المهم نكون في الجنة في الدرجة اللي تحت كاع، ما عليش الله يجعل البركة، وما بغيتيش تكون من المقربين وتنظر إلى الله تبارك وتعالى كل يوم، تيقول لك ماشي مشكل المهم حنا نبعدوا من جهنم. يعني أي عبد أنت وأي إيمان هذا الذي تلبس بك؟ فعلينا أيها الإخوة الكرام في معاملاتنا يعني الدينية أن ننظر إلى من هو أعظم منا شأنا وأقوى منا إيمانا، ننظر إلى الصحابة، ننظر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. ماشي تشوف صاحبك تقول له أنا الحمد لله ذاك صاحبي راه تسكيري عربطي وأنا الحمد لله ما تنسكر ما والو، ولكن الصلاة ما عليش، ولكن بعدا ماشي بحاله. وداك الشيء باش يجي شي واحد يقول لك أنا راه ما تنسكر ما تنكمي، زعما كذاك هو الحسنات، يعني راني وليت من الصالحين حيت ما سكرتيش وما كميتيش راه وليتي من خيرات الناس. تيقول لها بنتي تزوجي بهذا السيد راه ما تيسكر ما تيكمي، ماشي تيقول لها راه تيقوم الفجر وتيصلي وتيصوم الاثنين والخميس، لا تيقول لها ما تيكميش وما تيسكرش راه بخير وعلى خير. تيجي الواحد تيقول لك انا ولدي ما عمر ما مشى عند البوليس، زعما كراني ربيته واحد التربيه، اي ما مشاش للبوليس راه هذيك التربيه الحسنه. ماشي تيقول لك ولدي تيقيل في الجامع وحافظ 60 حزاب وتيقرا القران الكريم ويحفظ الاحاديث، غير الا ما مشاش للبوليس بالنسبه لي هذاك راني قد نجحت في تربيتي لاولادي. عزائم المسلمين أيها الإخوة الكرام يجب أن تصل إلى الثريا، أن تبلغ الثريا، أن تتوق إلى الفردوس الأعلى، وأن لا تقتصر بأدنى الأمور. وصدق ابن المعتز العباسي رحمه الله حيث قال خل الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، ولا تحقرن صغيرة فإن الجبال من الحصى. الجبل راه عامر غير بحجيرة صغيرين تيولي جبل. فكذلكم الذنوب الصغار أيها الإخوة الكرام تتراكم عليك شيئا فشيئا حتى تصبح جبلا من الذنوب. ولذلك يعني ثبت عن الصالحين وعن السلف الصالح قولهم لا صغيرة مع الإصرار، ما دمت تصر على الذنب الصغير يصبح كبيرة، لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. الأمر الرابع أيها الإخوة الكرام، الوسيلة الرابعة التي يستعملها الشيطان لإغواء البشر هي التسويف، هي التسويف. كل مرة تبغي دير واحد العمل صالح الشيطان تيجي يقول لك وخليه من بعد، ماشي دابا من بعد مازال عندك الوقت. وهذا هي المصيبة الكبرى لكثير من المؤمنين. معظم المسلمين
يميزون بين الحلال والحرام، يميزون بين ما يجب فعله وما يجب تركه، ولكن الشيطان يستعمل جنديا فتاكا ليبعد العباد عن واجباتهم أو عما سنه الإسلام لهم، وذلك أنه يمنيهم ويدفعهم للتسويف، فيقول لهم أخر، يقول لأحدهم أخر هذا الواجب إلى بعد، باغي تحج وراه مازال الحمد لله عندك الوقت طويل، تاتك تشرف شوية وتوصل 60 عام مازال الوقت كاين، فيبعدك عن ذلك العمل. يدخل وقت الصلاة، دخل وقت الصلاة عوض ما تنوض تصلي، تيقول لك الشيطان ومازال الوقت الحمد لله، راه هنالك متسع من الوقت، راه العصر راه يمكن لك ديرو حتى يبقى واحد 10 دقائق للمغرب، بلاتي عليك كمل هذا الفيلم هذا ولا كمل هذا الشيء اللي في يديك، امور اللي هي يعني ما ليست من الواجبات، ماشي الانسان الا كان في العمل ديالو واجب عليه معنا ما نقولوا، ولكن بعض الاحيان يعني نقوم بامور تافهه ولسنا يعني مطالبين بها ونجعلها اولويه من اولوياتنا وندع عوضها امورا فرضها الله عز وجل علينا او سنها الله عز وجل لنا. الصلاه من بعد دير الصلاه حتى تدخل في الليل وصلي الصلوات كلها، مالك زربان، ربي غفور رحيم ما كاين مشكل، وتنبداو نبعدوا ونوخروا. باغي تصوم الاثنين والخميس تتسمع لواحد الموعظه، الخطيب مثلا حمسك على صلاة النوافل، صوموا الخميس، صوموا الاثنين، صوموا الايام البيض، تتخرج فرحان تتقول والله غادي، ومن بعد تيقول لك مازال ماشي خلي تتكبر شويه مازال، دابا ياكل عمر بعد الكرش ديالك، حتى تيجيك واحد المرض اللي الله يستر ما تقدر تصوم لا رمضان ولا غيره، فيفوتك الاوان. وكل واحد منا ايها الاخوه الكرام حين يسمع كلام الخير، يسمع كلام الخير تنعقد في قلبه رغبه في ان يفعل ذلك الخير. تتكلم تجي الامام يتكلم عن الصدقه او تقرا ايه تتكلم عن الصدقه، تقول والله بغيت نعطي شي صدقه فعلى تركه ونتقرب لله عز وجل، ولكن انت تخرج تبدا يجيك التسويف الشيطان ومالك زربان، بلاتي شويه هاد الفلوس هذا خدم بهم شويه على ما يكون عندك فلوس اكثر، وديك الساعه دير واحد الصدقه اللي هي اكبر، وتبقى غادي الانسان تابع هذا التسويف وتابع الشيطان ويمنيه الشيطان الى ان يبتعد عن فعل ذلك العمل الذي رغب فيه والذي اقتنع بفعله. وهكذا يسوف لنا الشيطان إلى أن لا نجد الفرصة في الرجوع أو للرجوع إلى الله تبارك وتعالى. أشغال الدنيا أيها الإخوة الكرام لا تنتهي، راه ما عمرك ما غتنتهي من الشغل، هذاك اللي تيقول لك حتى نوصل للتقاعد وغنرتاح، وسيروا سولوا الناس ديال التقاعد، ما كاينش اللي مشغول قد منهم هما في التقاعد والمشاكل، وغادي تيجري هنا ويجري هنا ويجري هنا، راه الدنيا مديورة بالهم والاشغال ديال الدنيا عمرها ما تسالي حتى نموتوا، والانسان يبقى ينتظر انه يسالي من الاشغال عاد يقوم بالعمل بالخير، هذا راه انسان غلط، هذا راه انسان غلط في راسه. لا تترك عمل اليوم الى الغد فان للغد عمل اخر، وقد قال الامام سري السقطي رحمه الله المغبون من فنيت ايامه بالتسويف، الانسان المغبون اللي خسر هو الايام ديالو تضيع هو مازال تيسوف، ومن بعد ان شاء الله نبدا نديرو، ها رمضان جاي وعاد نبدا نجي نصلي، ها رمضان جاي وعاد نبدا نجي نصلي العشاء في الجامع وهكذا، وغادي يعني على ما يمشي سميتو الكوفيد وديك الساعه غادي نرجع للجامع. شحال من واحد اللي دازت عامين ثلاث سنين وهو بعيد على الله عز وجل تيسوف، دابا نديرها من بعد، راه غادي يجي واحد الوقت وندير. والشيطان يغره ايها الاخوه الكرام، قال احد الحكماء سيروا الى الله عرجا، سيروا إلى الله عرجا ومكاسير فإن انتظار الصحة بطالة. إلا بغيتي تمشي لعند الله عز وجل سير ولو أنت عرج، سيروا إلى الله عرجا، أنت عرج وسير عند الله زيد، ومكاسير مهرسها لك يديك ومهرسها لك بدا تحبو، جر راسك هكذا تحبو وأنت تقرب لله عز وجل، فإن انتظار الصحة بطالة، تقول لا وغنسين حتى نولي صحيح مزيان وعاد غادي ندير، هذيك راه بطالة تضيع الوقت ديالك وانت ما شعرش براسك، وهذا من تسويف الشيطان ايها الاخوه الكرام. ولو انت في الشغل وفي الهم وجري هنا وجري هنا، قم بالواجب ديالك وحطه في الاولويات ديالك، الصلاه ديالي خصني نديرها في وقتها، ما نضيع الصلاه ديالي، هذه من الاولويات، ولو ما عرفش شنو يكون في العالم. المسجد خصني نزوره مره، هذه من الاولويات ديالي،
وليداتي نتهلا فيهم، هذه من الاولويات ديالي. ماشي حنا تنبقاو غنمشي نجمع الفلوس هنايا وندير واحد لافير هنايا ونجري هنايا وانا مضيع اولادي ومضيع الزمان ديالي ومضيع الدين ديالي، وتنقول من بعد ان شاء الله غادي يجي الخير، الخير الى امام. هذا ايها الاخوه الكرام من الاساليب، من الاساليب التي يستعملها الشيطان لاغوائنا. والله عز وجل يعني يذكرنا بذلك او يحذرنا من ذلك ويظهر لنا ان من اغواء الشيطان، فيقول عز وجل في حق الشيطان: يعيدهم، يعيدهم، هذا هو الشيطان، يعيدهم ويمنيهم. راه من بعد غدير، من بعد غدير ويمنهم، خلي راك مازال يعيدهم ويمنيهم، وما يعيدهم الشيطان الا غرورا، وما يعيدهم الشيطان الا غرورا. فبادر بالاعمال ايها الاخ الكريم، قبل ما يجيك الفقر وقبل ما يجيك المرض وقبل ما يجيك الهرم وقبل ما يجيك الموت. اسال الله تبارك وتعالى ان يبصرنا بعيوبنا وان يبعد الشيطان عنا كما بعد بين المشرق والمغرب، وان يقنطه منا كما قنطه من رحمته، وان ييئسه منها منا كما يأسه من عفوه، انه على ذلك قدير بالاجابه جدير. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. معشر المسلمين والمسلمات، ذكرنا بعضا من وسائل الشيطان في التغرير بالإنسان وإبعاده عن الله تعالى. وكيد الشيطان أيها الإخوة الكرام كيد ضعيف، كيد الشيطان كيد ضعيف إذا وجد أمامه المؤمن الذي تسلح بسلاح العلم واحتمى بدرع التقوى والتزم بما فرضه الله عليه من طاعات واجتنب السيئات. أما المؤمن المغرور بنفسه، الضحية لآماله، الجاهل بربه، فإن الشيطان يسوقه شيئا فشيئا إلى متاهات الردى، خطوة خطوة، إلى أن يصعب عليه أن يركب قوارب النجاة، فيكون مآله إلى الندم ويكون مآله إلى الحسرة. ويقول الله تبارك وتعالى في هذا الشأن غد للناس غدا يوم القيامة: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان؟ سماها عبادة، اتباع خطوات الشيطان سماها عبادة. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون، أفلم تكونوا تعقلون. إني وضحت لكم كل شيء، أظهرت لكم تلبيسات الشيطان ومكره ومصائده، فلما لم تعقلوا ذلك بذلك، لما لم تعقلوا ذلك، ولما لم تفعلوا لم تعملوا وفق ما بينته، ما بينه لكم الوحي وما بينه لكم رسولي. وأخبرنا الله تبارك وتعالى عن ذلك المشهد الرهيب في جهنم الذي يجتمع فيه الشيطان مع أتباعه، يجتمع فيه الشيطان مع أتباعه ويقف على منبر فيتبرأ منهم ويسخر من صنيعهم ويلقي اللوم عليهم. يقول مولانا: وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم، لن أنقذكم اليوم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. أنا وياكم، سيقول لهم أنا وياكم، إن الظالمين لهم عذاب أليم. انظر إلى حسرة من تبع خطوات الشيطان آنذاك، هذا اللي تبعته شنو غداش غادي يقول لك، انظر إليه. فعلى العبد أيها الإخوة الكرام أن يفيق من سباته الآن قبل أن يفوت الأوان، وعلى المسلمين أن يرجعوا إلى الله تبارك وتعالى الآن قبل أن يفوت الأوان، وعلينا أيها الإخوة الكرام أن نحذر من مكائد الشيطان ومن تلبيساته حتى لا نسقط في مهاوي الردى. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا سواء السبيل،
وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم صل وسلم وبارك وزد على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتجاوز عن سيئاتنا وارحمنا يا أرحم الراحمين. اهدنا اللهم فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. تباركت ربنا وتعاليت، وأنه لا منجا منك إلا إليك. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعصمة من كل ذنب والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اجمعنا عليك ولا تكلنا إلا إليك. أرنا اللهم الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. لا تجعل في مقامنا هذا وفي مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب الصالحين وحب كل عمل يقربنا إليك. اللهم يا أكرم الأكرمين ويا رب العالمين، افتح لنا بابك ويسر لنا أسبابك واكتب لنا ثوابك وقنا خزيك وعذابك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا ذا الجلال والإكرام. وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.